السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ترى نظري. هذا الفيديو الثاني اللي تم تصويره في نفس اليوم، ما اتوقع في فيديو ثالث لانه ما حصلت محتوى برضه. فالان بناخذ لفه على تيك توك ونشوف ايش موجود فيه. الطيب البطال بناخذ فره سريعه جميله حبه. قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسوا تسوي لايك واشتراك وتفعل زر التنبيه. مهم بروتيني لسه ما شربته، وانا قاعد اقول لكم انه زر التنبيه مره مهم. برضه لو حابب تطلب التيشيرت حقي موجود تحت في الديسكربشن الرابط تبعه. ما انا لابسه الحين بس انه شكله حلو، لونه اصفر عليه الظهر هنا، يعني جرب شوفه يعني جم. في كل المقاسات. نقول بسم الله، دخلنا على التيك توك، خلونا ندخل نشوف ايش فيه. 3 2 1 شكشن. وات ذا فاك دقيقة، وات ذا فاك، ليه في ناس يخوفوا قاعدين يرقصوا في وونترلاند؟ ايش قاعد يصير موسم الرياض؟ هذول كلهم قاعدين يرقصوا. يا بشكلهم تخوف قاعد. او صح، حتى انا وجهي خوف قاعد ارقص الحين. والله بجرب زي كذا زحلق. انا من اول نفسي اروح مكان كذا مائي مدري ايش، وهذا زحلق وذا فلاح وس مره. الترند ذا غريب والله ما فهمته. يعني اقدر اجي اسوي البروتين، اصور تيك توك اسوي البروتين كذا، احط مويه تمام واحط البودره حقت البروتين زي كذا واخلص اسويه وتجي مشاهدات ولايكات. وهذا برنامج والله برنامج غريب ماني قادر افهمه الى الان يا اخي، ما ادري كيف كذا. ادب ما في كذا، وانت شعرك ليش غامق؟ تحني بتاتا اشوف راون يظفرك شي طاولون اظافرهم؟ الشيطان يستحق. اي وين الصروال؟ وش الفيديو اللي غير مفيد تماما ابدا ابدا ابدا؟ ايش هذا؟ يا سلام يا اخي ضحكنا الادمي هذا. راح جاب اشترى طابعه ما ادري بكم وقاعد يطبع فلوس ودايخ. ولا اسوي كذا؟ طيب اسوي العكس، افتح الشاشه بعدين اسوي كذا واسوي كذا وهذا الفولد. دايم والله خاصيه حلو. عندي مشكله مع فيصل السيف. فيصل السيف دائما يا انه هو ينطق اسماء يعني ال 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 يعني الشركات المشهوره صح، او انه هو ينطقها بطريقته. زي مثلا هواوي، كلنا نعرف هواوي صح ولا لا؟ هو ما يقول هواوي، اتوقع انا اللي اتذكره، ما ابغى اتبلع على هذا، اتذكر كان يقول هواوي. اليوم جايب لكم الجوال دي من هواوي كذا يقولها، ما ادري اذا هي كذا نطقها صح وينطقها صح. اذا هو ينطقها والله هو مره معرك. نشوف مقطع ثاني بعده. تشل عند كثير من الناس ويخرب الجير. ايش هو؟ بعض الناس اذا جت توقف تحطه على البي على طول، تسحب الجلنط، يعتبر شيء خطا ويخرب الجير ويسوي فيه زي الاحتراء، لانه يخلي كذا ثقل السياره على الجير. ايش الطريقه الصحيحه؟ شاطر. الطريقه الصحيحه لتوقيف السياره تخلي رجلك على الفرامل وبعدها تحط الجير على الان وتسحب الجلنط، تفك رجلك على الفرامل تخلي كل ثقل السياره يجي على الجلنط وبعدها تحطه على البي، وكذا بتكون انت حميت سيارتك وحميت الجير حقك من الخراب. حتى وان تشرح الغلط غلطان، المفروض من الان للبي المفروض تضغط فرامل. الله يسعدك. يعني قبل ما ايش هذا ايش هذا حركات؟ قال لك اللي انا كنت مشتاق له وكان مسافر وجاء من السفر وحضني. بعض الاحيان احسهم كذابين في بعض المقاطع اشوفها والله احسها مره كذب ما ادري ليه. عشان تستعدين للحفله علمينا ايش حفلتكم؟ دانسينج بارتي ايش اسمها؟ انا بس هنا عشان ابغى. لا لازم تتحممين. اذا حبيت الجواب السريع لانه الام مره تطفش، الام متطفش والله، يمكن لو في الحمام تقول ها كتكوتتي في الحمام ما شاء الله شخت العافيه كتكوته في بدايتك. ايوه ما فهمت ايش تبغوا، ايش تبغوا الحين؟ ايش السالفه؟ كويس انه انا ما رحت موسم الرياض لانه هذا المناظر كلها مخيفه.
والله ما بنام الليل. دقيقة ايش ده؟ هذا ما كان طباخ؟ وقف المقطع. هذا ما كان طباخ؟ ايش يبغى قاعد يصلح بيت؟ تخيل يطلع بيسوي البيت عشان يطبخ فيه، او تخيل بيصلح البيت بعدين يطبخ الناس اللي ساكنين في البيت. وصلوا سواه والله هرج. سووا ترميم بيت، ما ادري الاهل او المين، بس انه الله يجزاه خير والله. جوزك ايه؟ جوزك شبشب حمام يعملوا حلوين. اقرا حركات البزوره هذه، ما احب حركات البزوره هذه والله. اللي يعني كذا قال لك انه يعني اهلك يدقوا عليك كذا في السياره، فيجي يمسك يعني مو يمسك الجوال، يجي جنبك كذا يقرب يقول اديني دخان، اديني انا حبيبتك، انا احبك، احنا تزوجنا بزياره. يا فله يا مقرف، انت القرف كله. لا تسوي صوت بنت يا خرا. تقرف يا مشاهد السلاخ سكراب الشير. ان شاء الله المقطع ما يكون مره قصير، لانه كان مره قصير تكون مره هرجه. نشوفكم ان شاء الله المقطع الجاي. سلام ولي ام نعرف يا جماعه، هذا تكمله سلكيه لين المقطع كذا كمل 8 دقائق فوق عشان نحط اعلانات فلوس. لا عشان الفيديو طلع قصير، فباخذ كم سؤال كذا، سؤالين ثلاثه ومنتجان نحطها نزيد. شكرا. في سؤال هنا يقول متى بتنزل عن اغنيه عبود الكيبل؟ خايف حتى انزل عنها، اخاف مره اسب، اخاف اصير مصايب. سؤال مره غريب، ليش ما تحلق شعرك؟ بالمناسبه ترى حلو. طيب انت ايش تبغى الحين، احلق يعني ولا اخليه ولا ايش تبغى انت؟ فهمني. سؤال يقول خشمك طبيعي ولا تركيب؟ هالدرجه جذاب. شكرا. ليش سميت قناتك طلولي؟ لانه اسمي طلال، امي دلعني طلولي، سميت قناتي طلولي. فيها صعوبه يعني، يبغى لها شرح اكثر من كذا. عشان السؤال الجاي انا سويت الحركه هذه انه غيرت مكان الكاميرا. يقول ليش غيرت زاويه الكاميرا؟ كيف تبغى؟ نفسي افهم، احطها هنا، احطها كذا شلفتها تبغى كذا. سؤال مره صعب يقول اتحداك تشرح طعم الدجاج. حامض متقطع زي مو زي السمك وصعب. واحد يقول عطنا نصيحة حياتية تعلمتها. لا تستعد للغد، استعد لنفس اليوم، استعد للغد. لا دقيقة، لا في شيء غلط. آخر سؤال يقول ليش صورة قناتك عليها نظارة؟ إيش يعني قصة النظارة؟ نظارة يعني القوة. إيش دائما لما واحد يقول حاجة مرة قوية إيش يحطوا له؟ ما يحطوا له هذيك هذاك الدخان، يحطوا النظارة. نظارة يعني القوة، ولا الأصفر يعني الاتحاد دائما يخسر. الله يسامحه. فأصفر ونظارة الاتحاد القوي. شكرا لكم، هذا كان المقطع حقنا. شكرا. I'm not a vegan. جوي بيف going deep in. كني نيجن. Fire on fire زي a demon. I'm not a leaving until you screaming. I'm not a sleeping until I see you peeking.